من جانب آخر، أكد سعادة السيد ضيف الله بن بدر العتيبي مدير عام جمارك جسر الملك فهد بمملكة العربية السعودية بأن جسر الملك فهد يمثل محطة استراتيجية اقتصادية هامة لرفع التبادل التجاري بين المملكتين وزيادة التنسيق المشترك بين الجانبين على الصعيد الجمركي. حقيقة الجسر هذا نقدر نحن الأهمية الاستراتيجية لهذا الجسر في عملية رفع التبادل ورفع التبادل التجاري ورفع كفاءة التبادل التجاري بين المملكة وبين المملكة الشقيقة مملكة البحرين. أيضا ساهم في انسيابية الحركة للمسافرين وتسهيل إجراءاتهم وتيسيرها بدون الإخلال بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تساهم في حماية المجتمع وحماية البلد، وبتنسيق وتعاون مستمر مع الإخوان في الجانب البحريني ساهم في كل ما توصلنا إليه من إنجازات على مستوى التبادل التجاري أو على مستوى تيسير الحركة في هذا الجسر الحيوي الهام. نتيجة للتعاون والتنسيق المشترك بين جمارك البلدين تم تيسير العديد من الأمور التبادل التجاري بين المملكتين، تم اختصار العديد من الإجراءات، يعتبرون شركاء لنا في العمل الجمركي. لا يمكن أن يتم العمل بدون تنسيق وعمل مشترك على مستوى الجمارك. طبعا العمل المشترك مستمر، التنسيق مستمر بين جمارك البلدين، لذلك أصبح فيه انسيابية في الحركة التبادل التجاري.